صامداً بوجه الزمن، يقف هنا في قلب المدينة ليروي قصصاً وحكاية عن تاريخ برج بوعريريج العريق. بتصميمه المعماري المتميز، أحجار جدرانه المرصوصة ونوافذه البارزة، لا يزال برج المقراني شاهداً منذ القرن السادس عشر على عراقة المكان. يخلد اسم واحد من رجالات المقاومة الشعبية بالمنطقة، الشيخ محمد المقراني، الزعيم الذي واجه المستعمر الفرنسي بشراسة تحاكي صمود هذا المعلم العتيق. لرمزية الرجل الحاج محمد المقراني سمي هذا المعلم، وهو كان في الأصل بشغى إحدى رجالات الثورة، إحدى رجالات المنطقة. أهمية هذا الموقع أهميته بالغة جدا، تتمثل في المجال التجاري، في المجال العسكري، في المجال الاقتصادي. فلذلك تسمية المعلم التاريخي برج المقراني لرمزية هذا الرجل، رجل المقاومة، رجل الثورات الشعبية. هذا الحصن الذي شيده البيلرباك حسن باشا عام 1559 كبرج للمراقبة على أنقاض أقدم صخرة بالمدينة، والذي شهد تعديلات معمارية خلال الفترة الاستعمارية، أصبح اليوم متحفاً يستقطب الزوار من عشاق استكشاف المواقع التاريخية عبر ربوع الوطن. تواجد الاستعمار الفرنسي الغاشم منذ ولوجه لهنا لولاية برج بوعريريج في 1843 خلى إضافات لهنا في المعلم، ونلاحظ فيه كذلك الجهة المقابلة فيه متحف يسير من طرفنا حاليا، آنذاك كان خصيصا للمشفى العسكري، نوبيتال ميليتار. سمعنا به، حبينا نجيو نزوروه، نشوفوا الآثار، نشوفوا حوايج جديد في بلادنا وحوايج ما شفناهمش. أحببت هذا المعلم لأنه يحمل أكثر من معنى، وتعرفنا عنه من خلال شروحات ومن خلال معارف لأصحاب الاختصاص. برج المقراني إحدى الدرر السياحية التي تزخر بها مدينة البرج، يبقى صرحاً يحمل زواره في رحلة عبر الأصالة والجمال وعبر تاريخ ضارب في الزمن، اسمه تاريخ الجزائر.